مساء الخير، كل عام وانتم بخير جميعا مشاهدي قناه هلا وبانيتي جروب. احنا طبعا محتفلين سوا مع فنانين كتار خلال هالفتره، ورح نبدا الليله سهره غير شكل. تحياتنا لكم جميعا من قناه هلا، من طاقم هلا، لكل مشاهدينا بكل العالم، اهلا وسهلا فيكم. خلينا اليوم نبدا سهرتنا هالحلوه بتحيه خاصه وترحيب بالفنان يزن الجواد ابن مدينتنا الناصري، وطبعا برفقنا كمان على الأورج الفنان محمد محروم. اهلا وسهلا فيكم جميعا، كل عام وانتم بخير. يعني بدنا نطلع المشاهدين ناطرين شو ممكن نقدم لهم الليله بهالامسيه الحلوه، كثير شغلات حلوه. اهلا وسهلا فيك يزن. في البدايه يعني كلمه هيك لكل مشاهدي قناه هلا. كل عام وانتم بخير يا رب. طبعا من قناه هلا مني انا يزن عبد الجواد، والاخ بسيم الله يسعدك، والعازف الأورج الفنان محمد محروم. كل عام تبقى الخير يا رب. عيد فطر سعيد على الجميع، ان شاء الله بعم السلام على الكل وحبايبنا اخوتنا ان شاء الله. اكيد يعني على الجميع، احنا بنتمنى دائما الكل مبسوط وايام العيد تكون كمان حلوه بكل مجالاته طبعا لهالعيد. على كل حال يزن، يعني ذكرت شغل عيد الفطر السعيد، يعني اللي بيعلن على العيد هو تكبيرات العيد، صح؟ فبدنا نبدا احنا هالامسيه الحلوه بتكبيرات العيد. يلا بصوتك يا زمزم. يلا يلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل عام تبقى الخير يا رب. كل عام تبقى الخير. يسلم هالصوت. يعني يزن، أنا بعرف أنه تكبيرات العيد الكل بيكون ناطرها وبتعطي أجواء، يعني بكل مدننا وقرانا العربية عن طريق الجوامع الصبح بنسمعها، من فيه منحس بشعورنا بالعيد أكيد بسبب التكبيرات. أنا ذكرت لي شغلة هيك تحت الهواء على شغلة بتركيا لفتت نظري، وطبعا بضل الواحد يقول يعني منك نستفيد كمان، على شغلة أنه بتركيا في عندهم أشياء خاصة جدا لتكبيرات العيد كمان للأذان العادي. كان إيش عن خلال أنه الأذان، أها، طبعا في عندنا خمس صلوات، احنا خمس صلوات في النهار، صحيح، كل أذان على مقام معين. حلو. والسبب؟ والسبب انه عشان الأعمى الابصر ما يميز احنا وانت بالنهار صورنا، يعني لكل ضرير انه حسب مثلا السلم الموسيقي، يكون موسيقي بس انه خلص ليش بيكون تقويد، يعني لما هو بسمع مثلا اذان على مقام مثلا الحجاز بعرف انه اسا صار اذان المغرب. والمقامات العربيه معروفه طبعا، المقامات العربيه معروفه. حلو. يعني طبعا كمان في عائلات المقامات يعني، بس اهم شيء ان السبعه يعني. بعدين ايش الاشي حلو انه كمان تدمج ما بين الاذان الصلوات لتعطي كمان التوقيت المضبوط لناس ممكن يكون عندها مشاكل مثلا بصريه او كل هالشغلات، فمنك نستفيد يزن. احنا طبعا مشاهدينا يعني بنحب انه نعرفكم كمان اكثر على يزن، مع انه اشهر بالنار على علم، بس للي ما بعرف يزن، يزن احكي لنا
يعني بداياتك من الطفولة لليوم، وأنا بعرف أنه في كتير كتير مشاريع عندك، في كتير أغاني كمان نشوفها كمان من خلال حلقتنا الليلة المميزة. احكي لنا شوي يزن. أول إشي أنا يزن جواد من الناصري، عمري 19 سنة. بلش جيل غناء من جيل 9 سنين، كشفته طبعا الوالدي أمي لأنه هي كمان بتغني وستي كمان، واللي ساعدني أكتر وأكتر المدرسة اللي أنا كنت فيها، كان في معلمة موسيقى هناك واكتشفت كمان صوتي. نوجه لها تحية، شو رأيك؟ نوجه لها تحية بس هي يعني الله يرحمها توفت. توفت، نوجه لها تحية. ولليوم أنا عن جد بشكرها إنه هي اللي دعمتني وهي اللي خلتني أنطلق من هذا المشوار. قديش الواحد بده يكون عنده حدا كمان اللي يكتشف هاي الموهبة فيه لا يسكلها خلال طبعا سنين. يعني أنا لما كل ما أطلع حفلة أو انجح بشي شغله معينه تتذكرها دغري بقول لها شكرا لك. يعني حلو، اكيد زرعت بذره هناك. صح. وهي طبعا بتنمو كمان موسيقيا. يزن انا بعرف انه كل فنان كمان بده يسكل الموهبه، على ذكر صقل الموهبه بالعلم، يعني صح. العلم اذا كان موسيقيا او غير موسيقيا، ولكن دائما صقل الموهبه بيكون موسيقيا اكثر. احكي لنا انت على هذا الموضوع. طبعا انا يعني كموسيقي بلشت تعليم السنة هاي بالقدس بالجامعة العبرية الأكاديمية الموسيقى. يعني أجي أقول لك صراحة قبل ما كنتش أعرف ولا شيء، كنت زي كأنه تحس حالك إنه بالضبط، يعني كنت أطلع أغني خلاص، يعني شو ما كانت، يعني شو ما كانت سمعي زي كأنه لما كنت أسمع مثلا صوتي أقول والله فيش إشي هون خلاص ممتازة تكون هاي. بس من بعد ما فت على الجامعة وبلشت تطوير الصوت بالضبط، وبلشت اتعرف على المقامات، بلشت اتعرف على الهرمونيا، بلشت اتعرف على الماجور والمينور، بلشت اعرف كتير شغلات خاصه بالموسيقى. صرت خلص لما اطلع اغني او اسمع حدا معين اعرف مثلا هون انه هو طلع على الطبقه، هون رجع على الطبقه، سحلان ومسحلان ونشال بالضبط. هذا الشيء ما كنتش اعرفه انا بالزبط. يعني الله سبحانه وتعالى بعطينا الموهبه، عندنا دان موسيقيه بنسمع مرات. انا بصير اقول يعني مش سامع حاله مثلا عنده سحلان، عنده اللي عنده دان موسيقيه بده يكون. بس مرات لما تسكن الموهبة بالعلم بتصير أنت تستعمل صوتك كآلة موسيقية تعزف عليها. خلاص بتصير أنت عارف يعني بالأول لما كنت أنا أغني مثلا أي أغنية فيها مثلا عدة مقامات كنت أغنيها وما أعرف شو هذا المقام مثلا إسه. اليوم أنا لما بيجي مثلا محمد بعزف الأغنية بدون ما أنا أغنيها بقول له مثلا إسه هون هذا المقام كذا، هذا صبا إسه سبيات إسه نهون إسه هيك. على كل حال مشاهدينا احنا مش رح ندوشكم بالحكي لانه احنا بنحكي كتير اذا انا ولا يزن، وعنا عازف هون بجنن محمد محروم، فبدنا نستغل وجوده معنا كمان ونستغل يزن معنا لنعطي هالاجواء الاحتفاليه بعيد الفطر السعيد. يزن شو بتختار لنا؟ وطبعا انت يعني انا ما حددت لا رتبت مع يزن، هي على الشاشه لا ولا شيء كله تلقائي. وشو محضر لنا يزن؟ احنا موافقين. يلا اعطيني يا مسافر وحدك. يلا غني يا مسافر عبد الوهاب. ايوه مين بحبش عبد الوهاب؟ مين ما بحب؟ يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك، وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. الله ودعني من غير ما تسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم، ودعني من غير ما تسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم، دعني دموعك دموعها بتتكلم، دعني يا دموعها دموعها بتتكلم، دعني يا دموعها دموعها بتتكلم. يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني،
لتبعد عني وتشغلني. من هيك يعني بسعدنا طبعا انه كمان شباب صغار بعمرك اللي كمان عم بتواصلوا مع التراث القديم، لانه يعني اللي ما بحب عبد الوهاب او ام كلثوم او عبد الحليم حافظ او فيروز وديع الصافي، بس بنسمع الاغاني الجديده إلها وقتها طبعا. طبعا يعني انا صراحه بدكي يعني لما اصبح من النوم شو بتسمع مثلا؟ فيروز اكيد اول شيء الصبح. اغانيها يعني اغلب اغانيها مش كلها، خلينا نقول نصها حافظها. اها فيش اغنيه مش حافظها. ظهر يعني ساعات الظهر تعرف جديد لما واحد يسمع جديد وهيك، بالليل بس جورج وسوف. جورج وسوف مرات ام كلثوم بس جورج يعني هو خلص بالليل. يعني بنكون انا واصدقاء يعني مروحين تعليم من القدس تعلم معي بتغنوا على الطريق في الاشي اللي بيعزف عود، اشي اللي بيعزف اورج، اشي اللي بغني، فكتير بنحط جورج وسوف وبنضل ساحبين من القدس للناصر كلها جورج وسوف. بتحسش بالطريق؟ بحسش بالطريق، كان بنغني واجواء حلوه بتكون وكثير شغله. انا بعرف كمان انه كل فنان بيطمع انه يكون عنده كمان يعني اسلوبه اول صح. شغله وبعرف انه لك اغاني خاصه، فيديو كليبات خاصه اصدرتها، مع انه اذا بدنا نحكي على مثلا الانتاج، مشاكل الانتاج عندنا في البلاد انه الفنان بده تكلفه كثير وما في شركات انتاج اللي تدعم هذا الفنان. للاسف فيش شركات انتاج هنا بالبلاد عندنا تدعم. بدك تنجح بس اطلع لبرا، كله بجهد شخصي هون، كله بجهد شخصي وكله يعني بدك تشتغل لحالك. بدك اكثر اكيد اكيد يعني بحاجه انت مثلا اليوم ل ناس اللي هي مختصة بهذا الاشي، لعندنا بلوجرين اللي تساعدك بهذا الاشي، تساعدك بالانتشار. كتير كتير مثلا 100,000 50,000 60,000 اللي تنزل عندها يوم واحد ان تصير الناس تعرفك. اكيد انا بعرف انه عندك متابعين كمان كتر وعندك أكيد. يعني بسموهن الفانز هدول نادي يعني المشجعين. احلى اشي هدول كتير. قديش بيساعدوا هدول؟ بعطوك طاقة ايجابية للمتابعة؟ كتير بعطوك طاقة ايجابية لأي واحد بغني او لأي واحد عنده هذا العدد الكبير. ليش؟ لانه مثلا بصبح الصبح انا لما افيق من النوم بتشوف شو بصور فيديو بتشوف. صباح الخير بشاركني يعني بأياماتي بشو بعمل بالعروضات اللي بطلعها. حلو. الحفلات اللي بطلعها كتير بصور وبشاركهم، مرات كمان بفتح لايف انه شو بدكم تواصل معنا مباشر بالزبط. شو بدكم طلبات بالضبط؟ قديش هذا اعطى يعني التكنولوجيا الجديده طبعا الانستا وطبعا شبكات التواصل الاجتماعي كل هاي الشغلات قديش اعطت الفنان بعصرنا الانتشار السريع؟ كتير اعطت، كتير فادت، بس كثرتها مش منيحه لانه ممكن تضر البني ادم. بعدين البني ادم اليوم كمان والبني ادم اليوم لازم يكون حذر لما هو بينزل شغلات، لانه ممكن اي غلطه يسويها، لانه الناس اليوم هي اللي بترفع البني ادم وبتنزله. صح. البني ادم بيطلعش لحاله ولا بينزل لحاله، فمحبه الناس البني ادم بيطير بالسماء. بعدين يعني جوده الاشياء اللي بنزلها كمان. صح. الفنان يعني بالزبط. انا على فكره بتابع الكل، بشوف مرات انه هون مثلا هذا الفنان منزل شغله اللي عن جد إشي تقيل، رقي مثلا اختيار الكلمات، اختيار في مثلا شغلات بتنزل بصير اقول انا خساره على الوقت. صح. لانه عم بتنزل هذا بس الفنان. للاسف اليوم هاي الشغلات اللي عم تنزل والخساره على الوقت هي اللي عم تنجح. اها يعني اليوم انت مجبور تغني زي اغنيه في منك عفريز مثلا كمان، لانه الناس بدها تسمع هذا الشيء. الناس يعني مش زهقت من الطرب القديم، بس خلص في ناس اللي خلص بتحب هذا الشيء يعني. يعني على كل حال كل واحد حر بالزبط. شو بنزل وشو بيعمل. احنا الليل عيد وطبعا احنا بدنا الناس تكون مبسوطه معنا أكيد. ومثل ما ذكرنا يعني انت محضر لنا كثير شغلات، كثير شغلات. بدنا سلطان الطرب، يعني ذكرت جورج وسوف مش ممكن بدون سلطان الطرب. حلف القمر. اها هاي اكثر اغنيه بحبها لجورج. حلو. حلف القمر يمين قال لي يا حلو ساعة ما شاف. حلف القمر يا قمر يمين قال لي يا حلو ساعة ما شاف في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي. يا روحي كملت
أوصافك يا روحي حيلي في القمر يمين قال لي يا حلو ساعة ما شافي حيلي في القمر يا قمر يمين قال لي يا حلو ساعة ما شافي في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي يا روحي كملي أوصافك يا روحي. سلطان الطرب جورج الصوف أكيد يعني أكثر من آدم نفسي إني أتصور معه في حفلة ب 13/5 أها في حفلات حفلات بس الحفلة هاي ب 13/5 موجودة بطابة رح أحاول قدر المستطاع إني أقدر أروح عليها لأنه من أشد معجبين على جورج وحتى اليوم جورج لما هو عمره 80 سنة و 90 سنة وبيطلع بيغني إله رهبته على المسرح صحيح أكيد الناس يعني هذيك المرة عم نسأل أساتذة اللي هي كتير تفهم بالموسيقى وكتير عندها ليش سمو سلطان دكاترة الموسيقى فاهم كيف فبقول الأستاذ أنا لو إنه عمره 120 سنة بضل أسمع لو مدام صوته وحضوره بضل مثل ما هو بضل أسمع أكيد يعني اليوم جورج لما بيطلع بيغني بحفلة طبعا هو مش زي كيف كان بالزمانات أكيد بالنسبة للصحة ولكن يمسك منوية كاملة بس اليوم خلص لما هو بيطلع على الهاي الناس يعني شوف يعني هو الناس ممكن كمان يزن يعني كمان يعني عنا أسا فنانين اللي هي جديدة على الساحة وناجحة وكتير بس جورج الصوف زي ما تقول قديم وجديد يعني الناس حتى لليوم واكب كل الأجيال بالضبط الصغار والكبار بالزبط. يعني اللي ربيوا على صوته اليوم صاروا ستينات وسبعينات تنساش أنت فقديش يعني بنتمنى له الصحة والعافية دايما وبدي أحكي لك شغلة التواضع اللي عنده يعني أي مرة التقينا معاه بحفلة برحب بالجميع وأنت في كمان شغلة واحدة هاي الفترة اللي لسه عم تورك إنه عم بطلب إنه كل واحد بيجي على الحفلة يطلع له صورة معه. كمان. وأنا كيف سمعت يعني في ناس. حتى بالصديق بالغرف يعني. الجامعة. فضلوا لعندي. بالضبط. بالضبط. الجامعة زي كأنه كانوا بحفلته بكبروس اللي كانت وتصوروا معه للأربعة خمسة الصبح وهو بس قاعد وتصور مع الناس. بالضبط يعني. الناس يعني. أهم حتى الناس كلهم مبسوطين. يعني بالزبط. حتى الناس تيأسش إنها تتصور مع جورج والصوف. أكيد. يعني في صورة لنصيف زيتون هو وجورج هيك متركي على كتفه وقال انه حلم حياتي اني اتصور بالضبط وبعدين قديش هو انا كمان نفسي انه اتصور معاه وداعم لكل الفنانين مش بس أكيد من سوريا من كل أكيد الوطن العربي ف بتمنى يعني جواد هيك نشوفك يعني هيك يصوروني فيديو اغني له موال يزن الجواد يكون مع جواد اللي هو بصهوه صهيله هناك سلطان الطرب يزن قديش انت بتلاقي انه مثلا الفنان بده يكون محافظ كمان على اختيار اسلوب مميز له مثلا سلطان الطرب الطربي مع انه حاولوا كثير يعطوه كمان رومانسي ومش رومانسي وكل هاي الشغلات عمل كم اغنيه ولكن نجاحه اكثر بالطرب طلع جورج الصوف اكثر بني ادم محبوب بمصر كثير بحبوه لانه اغلب اغانيه مصريه اشترك مع في كثير لبناني في كثير كاتبين يعني كلمات وملحنين مصريين بالضبط لا اللي بدي افهمه انا انه اسلوبك انت مثلا انت بديت بالرومانسيه اكثر بديت بالرومانس طلع اليوم الجمهور اللي بده يسمع يعني في شيء بيسمع قديم في شيء بيسمع جديد بالضبط فانت مجبور تمشي على الكل يعني مثلا انا اسا مثلا بصور انستغرام مثلا بنزل بوست اغنيه مثلا لنصيف زيتون بعد الجمعه او يومين ثلاثه تعمل كفر كانه للفنان ها بعد بيومين او ثلاثه او جمعه بنزل اغنيه مثلا لملح بركات بعد بجمعة بنزل لعساف مال عساف حلو يعني بتختار انت شو بتحب بس نفس الوقت انه انت كمان عملت اغاني خاصة فيه صح والفنان بيطمح انه يصير عنده كمان هو ارشيف خاص فيه خلينا نحكي على الاغنية الاولى اللي عملتها الاغنية الاولى كانت هي شو بحبك انا من كلمات الشاعر السوري عامر لوند والحان له تحية لعامر والحان كمان السوري طبعا سوري ولدنا الثاني سهيل شاكر كانت أغنية جدا رائعة ونجحت طبعا ونجحت مش كتير خلينا نقول لأنه إحنا بالبداية بعدنا بس أنا عم باخد إسا كمان أعمال منه وفي قريبا إن شاء الله بشهر ستة
اغنيه كمان من كلماته والحان كمان. هذا تعطينا كل تفاصيلها هذه البلد. هاي الاغنيه ان شاء الله ان شاء الله راح توصل للعالي لانه كثير فيها شغلات اللي هي الناس بتحبها اكيد. والاغنيه الثانيه كمان لقت نجاح. الاغنيه الثانيه جابت نجاح كمان كبير طبعا كلماته والحانه لمحمد. بالضبط لمحمد يعني محروم. شوف الشانس يعني واحد مرات بيقول شانس يعني قصه صارت معاه هو كتبها لإله ولحنها وانا رحت لعنده عم بسمع شو بيغني. عم تسمع قصته انت وكنت اياها اسا حكيت له انا بدي اياها. قال بالاول سأبه قلت له بدي اياها فبلشنا نعزفها وندندنها مع بعض حتى في كمان كانت كلمات ناقصه ساعدنا عليها. وشوف الشانس يعني مرات كملت القصة. مرات الواحد بيكون هو نايم مثلا هو قاعد اسا هيك تطلع معاه كلمتين ثلاثه يركب اغنيه كامله. على كل حال شو رايك احنا ومشاهدينا نشاهد هالكليب الحلو؟ ينفع اكيد طبعا. احكي لنا كمان مره على القصه ولا بدكش الناس هو قصته بعرفهاش صراحه بس يعني لا لانه قصه حلوه على فكره. يعني مرقت الايام وما نسيتك انا بالزبط. ما عاد فيني نام ولا احس بالهنا حبيتك بعد الشجر والايام والبشر حبيتك بموج البحر والاحلام والسهر. حلو يعني رومانسي جدا. كنت قلبي كنت روحي كنت دواء كل جروحي مرقت الايام مرقت الايام. حلو خلينا نشاهد الكليب. مرقت الايام ما نسيتك انا ما عاد فيني نام ولا حس بالهنا. مرقت الايام وما نسيتك انا ما عاد فيني نام ولا حس بالهنا. حبيتك بعدد الشجر والايام والبشر حبيتك بموج البحر والاحلام والسهر. حبيتك بعدد الشجر والايام والبشر حبيتك بموج البحر والاحلام والسهر. كنت قلبي كنت روحي كنت دوا كل جروحي. ومرقت الايام مرقت الايام رحت وما تركتي للهنا وبطلت شوف غيرك انا شو بعمل من دونك انا يا حياتي. رحت وما تركتي للهنا وبطلت شوف غيرك انا شو بعمل من دونك انا يا حياتي. كنت مجنونك تسلم لعيونك ما في من دونك يا روحي أنا. كنت مجنونك تسلم لعيونك ما في من دونك يا روحي أنا. ولا حس بالهنا
عدنا مشاهدينا بعد مرقة الأيام وضيفنا مثل ما ذكرنا لكم ببداية هالحلقة المميزة جدا. كل عام وأنتم بخير كمان مرة يزن الجواد، يعطيك العافية يزن. يعني فيديو كليب مميز، وطبعا معنا الفنان اللي كل القصة هناك بمرقة الأيام من تحت راسه لا محمد محروم، يعطيك العافية، كعازف أورج وكمان كاتب وملحن. يعني هو كمان بدي أذكر أن محمد شغلي صديقي هو أكيد وإحنا صغار، بس تعرف كيف ما كناش صداقة من قبل سنتين، بلشت علاقة تقوى مع يعني، وزادت العلاقة كمان بالموسيقى بكتير شغلات، الحفلات وبطلع معاي كل إشي بطلع معاي. محمد أصغر مني بسنتين وبعده بالمدرسة، موهوب يعني، هذا إشي يعني إيش بدك بعزف يعني مبين طبعاً، مش تعليم كله هواية يعني، مش بس بالعزف كمان الكتاب يعني، والكتاب أنا معنت بالكلمات. خلينا نحكي كمان غير على الكلمات واللحن اللي بجنن والتوزيعات، على التصوير يعني يزن. تصوير كان من صديقي عبد الله ملحم، بعت له تحية لعبد الله، أكيد نبعت له ألف تحية. والتصوير كان برضو ببيت صاحبي ببورية كمان، حتى مدينة طبرية. صاحبي كمان اسمه دار الشحادي اسمه شمس، يعني كلياتها كانت الأغنية مع بعض صداقة. يعني حلو إنه كمان الصداقة شو بتعطي، صح مزبوط، وإشي حلو. يعني ذكرنا برمضان على كتير بشهر الفضيل قديش قصة الصداقة، زيارات الأصدقاء والأهل، صلة الرحم، كل هاي الشغلات، صح. يعني شهر كامل وإحنا نحكي فيها ونشوف ناس ونقابلهم ونحكي على هذا الموضوع، فحلو إنه يتجسد الإشي بطريقة فنية. يعني لما تشوف أنت أصدقائك وانت عم تصور فيديو كليب وهن مبسوطين كيفين، ويلا ساوي هيك ويلا اعمل هيك وخلاص وقف، حلو هاي الدواوين كلها، فاكيد انت اشي يعني بقول انه عن جد اني داعمين لك. اكيد مشاهدينا في كتير مواضيع نحكيها، بس احنا كمان بدناش ننسيكم انه معنا فنان وبدنا نسمعكم اغاني. يزن شو محضر لنا كمان؟ يلا نغني على الروزنا، على الروزنا، هاي النصراويات اسا بدها تطلع. موال يلا جار الحبايب علينا وعلى الهوى جارو، بالحب كانوا لنا والغيرنا صاروا، جار الحبايب علينا وعلى الهوى جاروا، بالحب كانوا لنا والغير نصاروا، العصافير عصافير بيت جوانحهم عايدينا، عنهم سألنا الهوى قالوا الهوى طالوا. عروزنا عروزنا كل الهنا فيها، شو عملت الروزانة الله يجازيها، عالروزانة عالروزانة كل الهنا فيها، شو عملت الروزانة الله يجازيها. محملين العينب تحتي العينب تفاح،
وعروزنا عروزنا كل الهنا فيها والشعب ليتير روزنا الله يجازيها رمانك يا حبيبي يا حبيب قلبي ونصيبي رماني خدودك فتح يا ريتو من نصيبي رمانك يا حبيبي يا حبيب قلبي ونصيبي رماني خدودك فتح يا ريتو من نصيبي رمانك بالصحارة مكسب ما هو خسارة رمانك بالصحارة مكسب ما هو خسارة يا إسلام ويا نصارى صوموا صلوا لحبيبي رمانك يا حبيبي يا حبيب قلبي ونصيبي رماني خدودك فتح يا ريتو من نصيبي يا طلت خيلنا من أعلى الوادي عويد رجالي نتكيد الأعادي يا طلت خيلنا من أعلى الوادي عويد رجالي نتكيد الأعادي يا طلت خيلنا هالنصراوي يا طلت خيلنا هالنصراوي تسلم يا شعبنا يا نور عناي يا طلت خيلنا هالنصراوي تسلم يا شعبنا يا نور عناي يا طلت خيلنا من أعلى الوادي عويد رجالي نتكيد الأعادي يعني يزن النصرويات ربينا عليها وكل الناس مش بس أهل النصر يعني كل الوطن العربي حتى صار حافظها والمغتربين بس يسمعوا النصرويات بتذكروا كل الأشياء القديمة قديش هاي بتعطيك أنت إنه النصرويات بهاي الشغلة أنا كنت موجود بمصر بالقاهرة تجارب أداء لبرنامج بس كنت وقتها صغير فما زبطت لأنه كانوا كل 20 و30 أكبر بالعمر بس لما فتت طلبوا مني 13 أغنية حوالي وحضرت من 13 هاد بأي عمر كان؟ بعمر 16 سنة 16 سنة يعني قبل 3 سنين طلبوا مني 13 أغنية أغني 3-4 أغاني فطلعوا بالآخر كنت كاتب طلعنا على المنشية نصراويات آخر وحدة آخر وحدة نمرة 13-12 لفتت نظرهن أكثر وحدة قروا غني هذا غني هيك فبسألني مصري هو بقول لي طلعنا على المنشية إيدي إنه شو المنشية؟ بقول له بلشت أشرح المنشية إنه قرية مهجرة وإحنا بنطلع عليها فلسطينية ونصراوية وهيك فسمعني تعرف كيف هيك حكي المسار وكيف لذيذ حب الفكرة فبلشت أغني طلعنا على المنشية طلع علي هيك قال لي أنت وهذا الفن وهذا هاي الأغاني ومش يعني للأسف مش واصل للعالم كله بالضبط قديش بتلاقي يزن لازم إحياء هاي الأغاني مثلاً فنانين جداد على الطريق يأخذوا هالأغاني اللي عملوها كل اللي بتوزيع جديد نصرويات بتوزيع جديد ليش بالضبط يعني أنا إن شاء الله إذا ربنا هيك وفقني وصورت يعني من العالميين يعني ليش لا راح أخذ هذا المجال وأشهره
كتير ناس بتقول لك جددوها اعملوا، لانه كمان التسجيلات القديمه ما كانت زي اليوم، فحلو انه كمان نحييها احنا بطريقتنا. طبعا ما نغير صح. يعني في كتير ناس بيعملوا توزيعات ممكن انه تشوه الاشياء القديمه. على كل حال ذكرت شغله كتير كتير مهمه، تجارب اداء، وانا بعرف انه في يعني العصفوره خبرتنا في شغله مهمه جدا عالميه جدا كمان، ان شاء الله بدنا نكشفها هيك ل قناة هلا سكوبات. هي كانت مفاجاه يعني للعالم بس راح احكي عنها شوي، مش بأدق التفاصيل بس اعطينا لمحه صغيره. بدك تعطينا شويه تفاصيل. كان في تجارب اداء في مدينه حيفا. تجارب اداء هي عن طريق شركه يونيفرسال العالميه، صراحه انا ما كنتش متوقع انه هذا الشيء. انا كان حلمي اني اوصل صوتي للعالم العربي، يعني خلص لبنان سوريا كل الدول العربية. هاي بتصير يعني دائرة صغيرة، بدك دائرة أكبر بالزبط. حالياً إسا تواصلت معي واحدة على طريق الواتساب تحكي لي إنه في برنامج هيك هيك، شركة يونيفرسال هوليوود مش هوليوود، نتفليكس وقريب عليك بحيفة، نتفليكس ديزني مش ديزني، يعني قلت يعني شو بجرب مش بجرب. حكيت إنه الإشي يعني بلا ما أخذ أخذته كأنه خيالي خيالي، يعني مستحيل يعني حد يحكي معي انه شو بدن فيه، يعني شركه يونيفرسال بدها يزن. فبالاول انا وابوي ما صدقناش الاشي الموضوع، يعني حتى كنا بطريقنا لرام الله وقتها وحكينا معهم، فكرت انه مزحه يعني تكون ممكن، كانت فكرت انه مزحه يعني مش جد، يعني مش جد يعني في كتير ناس بتمزح بتاخذ نمره وبتقعد تمزح كثير مزبوط. فتواصل ابوي معهم وبلشوا يشرحوا له، فابوي حس انه الاشي جد فيه اشي جد يعني، فطلب منا انه نروح تجارب اداء بحيفا. وانا كنت بعدني صرت تجارب الاداء وبعدني مش مصدق انه في شركه يونيفرسال. ليش لا ولا مره حط هدف قدامك توصله؟ بعد ما شفت التصوير والمعنويات اللي كانت هناك ويلا وقيم وحط وساوي، فخلص تاكدت انه في اشي هنا اللي هو. بعد التصوير حكوا معي تواصلوا معي انه احنا بدنا نيجي نصورك عن حياتك اليوميه كمان، كيف انت بتبدا نهارك، شو بتعمل، شو انت عملت. فأجوا وصوروا من تمارين رياضة، من تحضير الفرق لفرق، تحضير للأمسيات، تحضير لكتير شغلات، وأخذوا هذا الإشي. ومن يوم إن شاء الله تجارب الأداء قربت إسا، لأن المسابقة صار في تصفيات مثلاً ولا بعد؟ هتبلش تصفيات، يعني بحمد الله وبشكره إنه من عدد هائل من الناس اختاروا 18 واحد، ومن ضمن ضمن ال 18 كنت انا من هين واحد منهم، وبتمنى انه اكون من ضمن السته اللي راح يختارون بالاخر اللي يطلعوا. وليش ما تكونش ضمن الثلاثه الاوائل كمان؟ يعني ما حدا بيعرف، بدناش ضمن الثلاثه، بدنا ضمن السته، لانه هي هاي المسابقه مش يعني زي كيف عرب ايدل وذا فويس، لا ان هذول المسابقه زي اكس فاكتور، يعني بيختاروا خمس اشخاص مثل ذا فايف فون دايركشن هذولا، وبشتغلوا عليهن الخمسه او السته مع بعض، يعني مش يطلعوا غنيين. هاي الفرصه هي اللي مرات اللي يعني الله سبحانه وتعالى ببعث لنا هيك صح. مرات فرص اللي بتكون من خلالها انطلاقه، كان من خلالها انه تشاورنا انا وابوي بهذا الموضوع والعائله، وتعرف كيف حتى سته يعني بتفهم بالموسيقى، وسته الثانيه مع ابوي كمان، وقعدنا قديش يزن. يعني على ذكر العيله، قديش العيله بتكون يعني الفنان حتى وهو صغير قديش بحاجه لدعم هالعيله حواليه. طلع اليوم العيلة هي أهم إشي لواحد عنده موهبة، مش شرط فنان، ممكن لاعب كرة قدم، ممكن يكون بكل مجالات المواهب. يعني في ناس اللي هي عندها موهبة معينة اللي بتبدع فيها، مثلاً بالتعليم الله تعود. يعني ليش إحنا ما نستغلش الإشي اللي بيبدع فيه؟ يعني في ناس مثلاً واحد مثلاً بيعزف جيتارة بالضبط، وعنده موهبة ممكن انه يكون بالمدرسة مش هالقد مواضيع معينة، بتحركه زي شو اسمه زي البرق، زي سرعة البرق بتحركه على الجيتار او على العود او على هيك، خلص الله معطيه هاي الموهبة، الله معطيه هاي الموهبة. طب ليش احنا بنقول له لا بدك تتعلم؟ طب يعني كل واحد على فكرة اليوم بالعالم صار في كتير محلات المدارس، من اول ما هالطفل او صح. الولد يانع مثلا يصير شاب صغير او صبية بيختاروا مجال معين وبيبدعوا فيه بالضبط، على امل طبعا انه اليوم طبعا ان طلعوا الشيء الجامعي انه فوت مثلا موسيقى فوتوا بالضبط، يعني كل يعني مثلا اللي بحب الرسم من الرياضي مثلا الرياضي مجبور يكون في معاه شهايد اللي هي تفوتوا على مجال الرياضه اكيد. بس اليوم كمان عملوا شيء جديد انك انت بتقدر تفوت كورسات بالضبط تعليم، كورسات تعليم اللي هي مدارس 6 اشهر، وتفوت من خلالها
بلا شهادة بقروت ولا إشي، بس يكون معك مسجل بقروت إيش بالضبط، إنه أنت علاماتك ناجحة، علاماتك ناجحة وتوصل للي بدك إياه. على كل حال نتأمل إنه النجاح للكل، يعني كتير ناس عندهم مواهب كابتهن، خليهن يطلعوها. أكيد بفضل دائما إنه طلعوا المواهب. يزن يعني في كتير شغلات اللي إحنا بنحكي عليها دائما وبنقول إنه يعني رمضان الأخير مثلا غير عن رمضان اللي سبق واللي سبق، كنا طبعا حالة كورونا صح. رمضان كانت فعاليات هاي السنة كتير، وأنا بعرف إنه شاركت بفعاليات برمضان. طلع 2022. كان قبل سنتين 2019 أو 2020، من 2019 لل 2022 حاليا كانت هيك زي كأنه كان زي جمهور. الواحد قاعد بزاوية ومحشور فيها مش عارف يروح ولا مزبوط. هون ولا هون، يعني الصراحة بلا مؤاخذة كانت الناس ما تقدرش تطلع بعدها بسبب الكورونا. يعني أنا أخوي مثلا أو عمي أو أبوي اللي كنت أقعد معاه يوم يوم وأسلم عليه الصبح كنت وأبوسه من هون ومن هون وأمي وهيك يعني بعد عني بالضبط. فالناس يعني تحس إنه إحنا عم نعمل إشي يعني غلط، إنه نبطل يحب، يعني الناس صارت تكره بعضها، مش إنه تكره، بعدت عن بعض، بعدت عن بعضها بالضبط. يعني إذا مش يعني مش تكره بعضها بمعنى تكره التباعد، يعني أصمت التباعد بالضبط، يعني بصير البني آدم من جوا يحس إنه صار يكرهني أو خلص بدوش يعني إني أقرب عليه. صح، خلينا هاي الفترة نقول هاي صارت بطي النسيان إن شاء الله. خلص الحمد لله. وبالذات إنه بالعيد يعني بدنا إشي أكتر فرح، فهاي السنة رمضان أعطانا فرح. حسينا إحنا طبعاً بوجودنا بالميدان بالشارع حسينا قديش الناس مبسوطة تكون مع بعض. صح. بأي فعاليات يعني هذيك السنة فعاليات حلوة. هذيك السنة شاركت أنا بفعاليات بس مش زي هاي السنة. مش زي هاي السنة. هاي السنة إيش كانت فعاليات؟ كان فعاليات يعني طريق جمعية روحانية صوت الرياح مع الأستاذ الكبير فلاح زعبي. فلاح زعبي بعد فلاح زعبي طبعا هذا البني آدم يعني زي تقول أبو تاني إلي. صح. بدعم كتير وبفضلني عن كتير عن كتير شغلات، يعني إذا بقول له مثلا مش جاي مثلا معك عرض فهو اترك الجامعة شو بدك التعليم اترك الجامعة وتعال بالضبط. فأنا بحبش ألبيه طلب، ما ألبلوش طلب، بحب كل إشي يكون حاضر لعنده لأنه هو كمان بني آدم بيستاهل بيستاهل. فبوجه له ألف تحية. وكثير شاركنا ببرامج اللي هي رمضانية، رمضانية اللي كانت صبح وإن كانت ليل، وطبعا الإشي كان شوي متعب ليالي رمضان بالزبط. يعني كل الشغلات اللي كانت اشتركت كمان بليالي رمضان بمدينة الناصر، أعطت للفنانين كمان إنه يبرزوا مش بس بأشياء اللي هي طربية، كمان أشياء يعني بدناش نقول دينية بحت، ولكن مثلا أناشيد، شغلات اللي ممكن ما تتغنى إلا برمضان. يعني أنا بالعروضات اللي كنت أطلع فيها مع فلاح كنت أغني مثلا أول أربع خمس أغاني اللي هي أناشيد تكون، يعني مثل طلع البدر علينا، مثل القمرون، مثل بالضبط الأشياء المعروفة لرمضان، هاي الشغلات دينية أكتر يعني. وآخر ثلاث يعني العرض يعني تقريبا من 45 ل 50 دقيقة، يعني ل 55 دقيقة هيك العرض بيكون. فبنهايته يكون لك كمان انت، فبالنهاية بيكون مثلا اشياء وطنيه اللي هي زي كيف النصراويات مثلا شغلات معروفه، طير الطاير هيك، علي الكوفيه، هاي الشغلات، ونويتين ثلاثه ونختم كل شيء. حلو. على كل حال بدك تسمعنا بعد ما نطلع على الفاصل، بدك تسمعنا شغلات محضرينها انت ومحمد، انا بعرف يعني محضرين برنامج كل شيء والمشاهدين بيعتبوا علينا عشان بعدين. كل شغله وحدي انه انا ومحمد مش محضرين ولا شيء، انا بسلفيه محضرين يعني عازف وكل مرمي. لا لا خلص شو محضرين برنامج هذا كله تلقائي عم بيكون فمشاهدينا بنطلع على فاصل، بعد الفاصل بنواصل، وان شاء الله بدنا يعني العيد يكون سعيد على الجميع، عيد فطر سعيد ومبارك ان شاء الله. مشاهدينا عدنا بعد الفاصل لنواصل يعني سهرة غير شكل. كل عام وانتم بخير جميعا، كل مشاهدي قناة هلا، كل مشاهدي يعني بانيت جروب كمان، يعطيكم ألف عافية. كل عام وانتم بخير، عيد الفطر، عيد فطر سعيد. وطبعا بسعدنا يكون معنا يزن الجواد ومعنا طبعا العازف الأورج محمد محروم، أهلا وسهلا فيكم مجددا. وعدنا مشاهدينا بكتير أغاني، وأنا بعرف أنك محضرنا كمان موال. أكيد طبعا محضرنا موال لقناة هلا وبانيت جروب. حلو. قول اوف 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 المعنى سيم الصبح
لبعت لكم تحيات هالإذا مرت على قناة هلا وبنت جروب تحيات ألمع نسيم الصبح يا بسيم لبعت لك تحيات الإذا مرت نلبث هنا تحيات هل أنا منساك يا قناة هلا هل أنا منساك يا قناة هلا وبنت جروب هل يا بتحيات البرار يسمى يصبح شراب يا باي يا باي يا باي يا يا بنقول وطلعنا عالمنشي تنوك الكبيني وطلعنا عالمنشي تنوك الكبيني لقينا الجور المكسور والمدقة مرمي يابا لقينا الجور مكسور واللي مدقة مرمي الله أنا وطلعنا على منشي تنوك الكبيني وطلعنا على منشي تنوك الكبيني لقينا الجور مكسور والمدقة مرمي يابا لقينا الجور مكسور والمدقة مرمي ولا لا 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 هياتي يا بن الحم يا بشرب من راس العين يا بخلي حالي عطشان يا بشرب من راس العين يا بخلي حالي عطشان يا باجي عقناة هلا يا بحلف على القنوات ويا باجي عقناة هلا يا بحلف على القنوات لا 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 هيهاتي يا بين العام وشكرا باسم يعني الطاقم هلا إدارة وعاملين كمان. احنا طبعا مبسوطين مشاهدينا بهالأمسية الحلوة، بنعاود بنعايد عليكم كمان باسم إدارة وطاقم هلا وبانيتي جروب، كل عام وانتم جميعا بخير وعيد فطر سعيد. قديش يزن العيد احنا لو كبرنا، يعني الصغار بحبوا العيد والكبار بحبوا العيد، صح. قديش بعطينا العيد طاقة لنتابع حياتنا ونتجدد بالعيد كمان. اللي فش له مصايب بالدنيا كل يوم عنده عيد، اها، بس لما بيجي عيد الفطر او عيد الاضحى او عيد مثلا الاسراء والمعراج وهي الشغلات الاعياد اللي عندنا كثير الواحد بنفسه ان كان اولاد وان كان صغار. يعني الصغار صحيح بهم يعني من ايش اليوم العديه مهم انه هن بنبسطوا ما بسطوا المعايده كمان بنساش يلا اجت يعطيني اسا خالي او عمي او هيك، لانه هاي بتبقى بذكرياتهم بالضبط. يعني هذا الاشي زي ما تقول اللي هو عندنا بالمجتمع يعني. أه. يزن شو رأيك بتجربة الفنانين الكبار اللي عملوا مثلا أغاني 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 بعدين عملوا كمان للأطفال؟ يعني كتير حتى فيروز بذاتها صح. يعني سيدة غناء وبتجنن وسفيرتنا إلى النجوم، عملت أغاني تيك 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 يم سليمان، يعني عملت للأطفال أغاني خاصة. طلع اليوم لما أنت بدك تيجي مجبور تفرح، قلت لك قبل إنه صغير وكبير وطفل وكبير بالعمر. بتحب تكون عندك تجربة مثلاً مع أطفال؟ كثير بحب. أنا تجربتي أصلاً اللي كانت بالعروضات اللي كنت أطلعها بالأمسيات يعني فيها 90% كلها أطفال. بالضبط يعني. يعني من صف أول لحد جيل صف سادس أو خامس. قديش بتلاقي يعني اليوم أطفالنا بهالجيال اللي طالعة قديه بتحب الفن والموسيقى، بتحب تشارك الفنان بالغناء دائماً؟ يعني في ناس اللي هي أطفال صغار أو في ناس كمان كبار بتحب إنها تشارك بالعمل اللي انت عم تعمله. يعني لما انا كنت اطلع اغني او انشد
تعطيهم مجال كان مشاركة مثلا غنوا معي يلا وبتعرف اعطيني زي الميكروفون حلو. انت بتشاركين كمان بتحبب الاطفال فيك يعني بعد كل عرض كن يجي يسلموا علي بالكاف حلو اكيد هذا الجيل اللي احنا املنا كبير فيه كمان مش بس اللي كبروا او الشباب اليوم والصبايا يعني الجيل الصغير اللي بربع هاي الاشياء وبحب الفن وبحب الموسيقى راح يبعد عن كتير شغلات صح إيه مثلا كان في عندي عرض اذكره بشعبي يمكن اتذكر بعد العرض كان وقت رمضان بس مش هاي السنين اللي قبلها بعد العرض كانوا بدهن توقيع حلو. يعني كانوا كل طلاب المدرسة الأولاد الصغار كلها وقفت على جنب وقت أكيد هذا إشي طبعا كل فنان بسعد فرح كل يلا نروح لما بصير عنده هدول بنسميهن الفانز إحنا يعني المجموعة هاي اللي بتراكد وراء الفنان قديش بتعطيه طاقة ليتابع لأنه أي فنان بده جمهور يعني لما صارت الكورونا وبعدوا الفنانين عن المسارح صاروا يعملوا حفلات تعرف لايف ومش لايف ومباشر ما تعطيهنش هاي الطاقة اللي بياخذوها مباشرة من الجمهور يعني بني آدم لما اليوم بغني لايف ممكن يحضروا مليون مليونين ثلاثة حسب لا هو بده ردة فعلهم كمان بالضبط حسب الناس يعني اللي عنده طبعا المتابعين اللي عنده بس غير انه هو لما بغني بلايف مش زي كيف هو بغني بعرس بالضبط او كيف بغني بمهرجان اللي هو فيه الوف الناس جاي تحضره لانه يعني باللايف بقدرش يمسك الميكروفون هيك وكل نشاركه معي بالضبط يعني لما الجمهور قدامك قد ايه بتاخذ منه بقدرش يمسك التليفون يصور مثلا سيلفي فيديو انه يلا تعال نصور بالضبط يعني يزن ذكرنا كثير شغله مهمه وهي السيده فيروز وقلت انك تسمع فيروز صباحا شو بدك تسمعنا لفيروز مثلا انا بعرف انه كثير فنانين بحبوا يغنوا لفيروز ناس مثلا بتقول لك طبقه فيروز صعبه علينا او الطبقه الموسيقيه طبقه صوتها شو بنغني لفيروز كثار غنينا فيروز اي شيء بتختاره يعني مشاهدينا مشاهدي قناه هلا اكيد بحبوا فيروز بحبوا كثير يعني غنيت لعبد الوهاب انا لا حبيبي حبيبي الي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي ولا يعتب حدا ولا يزعل حدا انا لا حبيبي حبيبي الي قديش كان في ناس على المفرق تنطر ناس وتشتت ديني ويا حمل شمسي وانا بايام الصح وما حدا مطر قديش كان في ناس على المفرق تنطر ناس وتشتت ديني ويا حمل شمسي وانا بايام الصح وما حدا مطر جد اخترت شغلات كمان لفيروز اللي هي من بداياتها الأشياء القديمة اليوم طبعاً تغيرت أسلوب تاني ممكن صح. أنه كبرت كمان على كل حال بتمنى لها الصحة والعافية أنا بتمنى بس فيروز تغني أغنية جديدة ممكن ياريت تعرف يعني مفاجآت زياد وريمة وكل هاي الشغلات دايماً على كل حال يزن قديش الواحد لازم يستفيد كمان بالانتقادات البناءة يعني هاي حكينا عليها كتير أنه الفنان بأول طريقه أنت بعدك طبعاً يعني ببداياتك اللي صارت بعدنا مش واصلين يعني داعس فيها بس انه بالبدايات قديش الانسان مهما البني ادم كفنان يتقبل كمان انتقادات بناءة طبعا مهما البني ادم يصير يوصل بضل بعد فيه اشياء اللي هو يوصل لها يتعلم يعني بني ادم كفنان او كلاعب كرة قدم او كرياضي او كاي اشي بالدنيا عنده موهب فيها ممكن انه هو يوصل للشيء اللي بده اياه وبعد الشيء اللي بده اياه بده كمان شيء اللي يطيره اكثر يعني بصير يعني ولا مره انه يوصل للتوب بالضبط يعني بقول لك مثلا انا صرت صار عندي 20 مليون مثلا على الموقع التواصل الاجتماعي او كثير 20 مليون بيحضروني 100 مليون و300 و300 مليون وما بعرفش قديش مليار روح بضل فيه بده اكثر اكيد اكيد يعني الانسان طموح اكثر انه يوصل كمان لأبعد حدود يعني بحط هدف قدامه صح. بس يوصل هذا الهدف بدي يفكر بأهداف أخرى يعني هو على كل يعني حال إحنا وصلنا لفيروز سمعنا عبد الوهاب أم كلثوم ما إلهاش علاقة بالموضوع يعني بليلة هالعيد أم كلثوم بلا بس بنغني لها كمان شو بدك تختار لنا يا زلمة
نغني برضاك يا خالي. حجاز. برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي، برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي. خلقت صوتي ويدك صورت أعضاء، برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي. هو طبعا طويل. قديش ملائم كمان لعيد الفطر، ملائم لاجواء رمضان. يعني إيه، انا فكرتك تختار، تعرف اغاني ام كلثوم المعروف؟ لا دائما حلو، لانه كل موسم له شغله. قديش ذكى الفنان يزن، قديش ذكى الفنان ممكن انه يعطيه هيك دفعه للامام وللنجاح؟ إيه، الفنان لازم يكون طبعا ذكي، يعرف شو يختار، يعرف الاغاني اللي يختارها، يعرف اي طبقه هو بيختار بالضبط. مش انه مثلا بغني مريحه لصوته، مش مريحه لصوته. مثلا خلينا نقول مقام النهاوند دو يغني نهاوند ري ويصل في شغلات توصل على العالي. بالضبط، يعرف كمان مجال بالزبط. صوته بالزبط. هذا قديش مثلا حكينا على التعليم الاكاديمي صح. يعني بالقدس قديش بتعطيك تطوير الصوت، تعرف قديش انت مدى صوتك، الاوكتاف اللي بنسميهن احنا صح. مزبوط. كيف هاي الاشياء فادتك يزن؟ فادتني بكثير شغلات. طبعا استاذ سامي خشبون بعت له تحيه اكيد، هو اللي بمرني تطوير صوت. طبعا في غنى التعريف عن كل الاساتذه اللي موجوده مثل كميل شجراوي، استاذ ميخائيل مارون. يعني الاسماء المعروفه هيك بمجتمعنا قديش بتفيد هالمواهب لصقلها مثل ما حكينا صح. وبنفس الوقت قديش انت من خلالهن تتقدم لقدام، يعني بتاخذ طبعا بانتقاداتهن وملاحظاتهن كل هاي الشغلات. يعني اليوم لما انا بطلع بغني بالجامعه، لما يكون في عندي درس اللي هو ساعه مع استاذ سامي مثلا، غني لي اسا نكون محضرين مثلا خمس اغاني اللي هي منها موشحات منها طقطوقه اللي كلوها تقطيق اللي كانت فبسمعني كلي غني، انا بحط اجر على اجر وبسمعك، بس تخلص بقول لك 1 2 3 كاتب لك ملاحظات بالضبط. يعني انت هون طلعت هون نزلت، بتتضايق مثلا من هاي الملاحظات؟ بالعكس لانه في كثير ناس بتقول لك انا وبعد الطوفان، يعني انا بفهم كل شيء. لما انت يعني جالس مع استاذ اللي هو عملاق في الموسيقى بدك تتعلم منه كمان بالضبط، يعني انت رايح عشان تتعلم منه، مش رايح عشان خلص انه يقول لك وانت لا بدك تتعلم منه. فلما انا بسمع هاي الشغلات لا بحط براسي انه اسا بدي اساوي احسن منها. حلو. يعني احنا مثلا بنسمع مثلا صباح فخري مثلا اغاني مثلا مثل اللؤلؤ والمنضود اللي هو موال كتير كتير صعب. شو بدك تسمعنا لصباح فخري؟ صباح فخري اكيد يعني صباح فخري الله يرحمه. بس تسمع الصوت طبعا يعني عملاق من العمالقه أكيد. بس تسمع حتى الطبقات اللي باخذها غير عن يعني مغنيين ومطربين اخرين صح مزبوط. شو بدك تختار لنا صباح فخري؟ البلبل ناي يا اخ البلبل ناقع غصن الفل يا شقيق النعماني، البلبل ناقع غصن الفل
يا شقيق النعمان قصدي ألاقي محبوبي، قصدي ألاقي محبوبي بين الياسمين والريحان، يا عيني بين الياسمين والريحان. البلبل نجع غصن الفل، يا شقيق النعمان البلبل نجع غصن الفل، يا شقيق النعمان قصدي ألاقي محبوبي، قصدي ألاقي محبوبي بين الياسمين والريحان، يا عيني بين الياسمين والريحان. يعطيك العافية. يعني قديش بده يكون الفنان كمان يتقن أساليب معينة ومختلفة كمان، مش نفس الأسلوب. يعني بدينا بالرومانسي، انتقلنا لكتير أشياء اللي هي مختلفة عن بعض، فقديش الفنان بده يكون عنده مساحة أو سيعة ليأدي كل هال لازم يرضي الأساليب الجميع. لازم هاي الكلمة أنا دائما أحطها برأسي، لازم أنت يرضي الجميع. يعني أي يعني أي كل يوم إيش اللي بسمع قديم، كيف قلت لك اللي بسمع جديد. بالضبط. يعني أنت موجود نقول بسهرة، بدك تغني لكل شيء، بدك تغني وترضي كل الأذواق. بالضبط. يعني مثلا يجي واحد يقول لي غني لي مثلا صباح فخري أترق الكاس، فأنا يعني هو بسلطن عليها فأنا بغني له إياها، لما أنا حافظها بغنيها. بيجي مثلا واحد تاني بيقول لي مثلا غني إيش جديد مثلا، وبدك تكون عارفهن وحافظهن. بالضبط. بقول له عيونك بغني ولا مشكلة. بس أكتر لون بتحبه يا زن، خلينا أسا نتدخل فيك بخصوصياتك، يعني أكتر لون، يعني لو خيرناك بين رومانسي طربي تقطيق مثل ما حكينا كلثوميات وهابيات، يعني في كتير شغلات اللي هالفنان فيروزيات، الفنان من صغر بحب أنا هذا الأسلوب بس بغني كل شيء، أكتر أسلوب بتحبه يزن؟ طلع البني آدم، يعني أنا كيزن أو أي بني آدم مغني طبعاً هو بفهم بالموسيقى أكيد. بس طربي. طربي. طرب هو أصلاً هو أساس الموسيقى. يعني لما أنت بتغني طربي وبتقدر تعلى بالأوف وجبلي وصوتك يكون فيه مدرسة غير شكل. بالضبط. فأكيد راح تغني طربي، ويعني اللي بغني جبلي كيف أنا بعرف كيف أنا بحس. بالضبط. بيقدر يغني أي لون. أكيد، لأنه الجبلي طبعاً الطلعات إحنا بنسميها الطلعات العالية. بالضبط. يعني بيقدر يغني يعني بيقدر يغني خليجي، بيقدر يغني عراقي، بيقدر يغني فلسطيني مصري، كل إشي. تمارين الصوت، يعني ذكرت تمارين الصوت كمان بالأكاديمية، قديش كل يوم لازم الفنان يعمل تمارين صوت؟ لأنه إحنا كيف بنمرن عضلات جسمنا، بنمرن عضلات كمان أوتار يعني صوتنا. يعني بيقولوا مثلاً اللي بيشتغل بالعمار وبتعب، واللي بيشتغل بالكسارة بتعب، واللي بيشتغل بمكتب بتعب، واللي بيشتغل دكتور كل بتعب. الشغل فيه تعب أكيد. كمان إحنا بنشتغل حالنا وبنتعب برضه. يعني لما أنت كبسي مثلاً تطلع وتعمل مقابلة مع أي شخص بدك تعرف شو بدك تسأله. أكيد. بدك تكون محضر أكيد. فيش إشي. كمان أنا يزن اليوم لما أنا بدي أجي أغني أغنية أو بدي أجي أتمرن أو تمارين اللي بتصير بالجامعة، فمن بعدها أنا مجبور إني أطبق هاي التمارين بالبيت. يعني كمان هتشغل. يعني ساعات قديش يزن؟ بين ساعتين لثلاثة. لثلاثة. يعني حسب وقت الفراغ كمان يعني. يوميا. كل وقت الفراغ حتى مرات يعني أنا بالسيارة بطلع السلم مليون مرة يعني، بس إنه أضبط. أكيد أكيد. مهم جدا، يعني كل إشي بده تعب لننجح فيه. صح. على كل حال يعني إذا بتلاحظ الوقت عم بسرقنا، وأنا بديش مشاهدينا مشاهدي قناة هلا يعتبوا علينا بالذات من اختيارات أغاني، فأنا معطيكوا إسا الساحة تختاروا لنا أغاني. شو بدك تختار يا زلمة؟ يلا نختار نعمل إشي لعبد الحليم. أها. جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا
هذاك يزن يعني حتى عبد الحليم مع إحساسه وصلت لنا إياه الليلة بهالسهرة الغير شكل. بدنا قبل ما نختم نبعث هيك تحية كبيرة عبر قناة هلا وشاشة قناة هلا لكل المشاهدين. هاي كاميرتك يزن، هيك تعايد بطريقتك الحلوة. تحية كبيرة لكل المشاهدين لقناة هلا وموقع بنت. بتمنى لك عيد فطر سعيد ومبارك طبعا. يا رب يعم السلام على الجميع ونكون مع بعض وإيد واحدة. كيف ما تمنينا أنه تروح الكورونا، كمان نتمنى أنه يعم السلام، يخلص العنف وكل إشي يكون تمام ونحب بعض، وأهم إشي المحبة. أكيد بدنا نشكرك، نعايد عليك، على أهلك، على كل أحبابك وكل متابعينك يزن. بدي أشكر كمان الفنان محمد محروم، هيك مرافقتك الحلوة كمان وذوقه الحلو كمان بالاختيار وأكيد الأغاني. في أشياء هيك قبل ما نختم، سكوبات لقناة هلا ممكن إنه كمان تعاون جديد معها؟ ينفع في أغاني جديدة راح تكون. طبعا أنا اشتركت ببرنامج المنصة وكنت بفريق أستاذي طبعا بالجامعة، وأستاذي كمان بكل محل اللي بتعلم منه أستاذ إميل بشارة. إميل بشارة بوجه له ألف تحية، عازف العود طبعا الرائع. أكيد عم نشتغل لسه عمل كتير جديد وراح إن شاء الله يضرب حلو. وطبعا الأغنية من كلمات دكتور قاسم يونس وألحانه، والأغنية راح تكون شوي إحنا ناطرينها هون على قناة هلا. أكيد سكوب لقناة هلا. أكيد مفاجأة، هاي مفاجأة. أكيد مفاجأة. فبدنا نشكرك، نتمنى لك عيد سعيد، عيد فطر سعيد. عن جد انبسطنا بوجودك عندنا هون بقناة هلا. ومشاهدينا كمان مرة بدي أعايد عليكم باسم إدارة وطاقم قناة هلا والجميع عيد فطر سعيد إن شاء الله، وينعاد على الجميع باليوم والخير والبركات. بتمنى إنه دائما سهراتنا أمسياتنا وبرامجنا تكون عند حسن ظنكم وتنبسطوا فيها. إلى اللقاء. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هللت يثرب وقالت مرحبا بك يا محمد، مرحبا بالسائرين. كل عام وانتم بألف خير، عيد فطر سعيد يا رب، وإن شاء الله كل سنينكم فرح وسعادة. شكرا كثير.